التكريرات ديالو دائما اللي كتكون خطيره وخطيره جدا في ظهر مدافع فريق اتلتيكو مدريد. تفضل هشام. يمكن ان تحدثوا على التنظيم التكتيكي ديال الفريق اتحاد طنجه ثم ديال اتلتيكو مدريد، الطريقه اللي لعب بها كل فريق. كيلعب اربعه لاعبين دفاعي، اربعه لاعبين في الدفاع وثلاث لاعبين وسط الميدان، وكل من يوسونغيتي صرصار والعروسي بتناو في وخصوصا اللامركزيه في اللعب، لان بكل صراحه لاعبين اللامركزيه في اللعب خصوصا اللاعب يوسونغيتي سمير صرصار اللي كيلعب في بعض الاحيان في ظهر المدافعين، وكينطلق على خط التسلل اللي كيلعب فريق اتلتيكو مدريد بخط يعني دفاع خطي ساعد فريق اتحاد طنجه لانه لاعبين سرعة. فريق اتلتيكو مدريد كيلعب باربعه اثنين ريغالو ماركوس. نعم، الهدف ديال فريق اتحاد طنجه، الهدف ديال العروسي فالحي، واعتقد انه مراوغه جميله وحتى الرؤيه ديال اللاعب كانت رؤيه جميله. لاحظ معايا يعني المراوغه رفع الراس ديالو كيبان ليه بانه بامكانه التسديد، والتسديد عطات الهدف. الحارس كيعتقد على ان اللاعب العروسي غادي يسدد في القائم الثاني، لكن كيسدد في الزاويه المغلقه وكيموه بكل ذكاء وكيسجل اول هدف في غيدخل تاريخ اللاعب العروسي، لان غيسجل اللي كيسجل اول هدف في المركب الجديد ديال اتحاد طنجه. يعني تابعنا بان 10 ديال الدقائق الاولى تقريبا اربعه او خمسه ديال المحاولات ديال فريق اتحاد طنجه، هنا بان بان يعني يمكن تحدثنا عليها في بدايه هذا الاستوديو التحليلي بان فريق اتحاد طنجه اليوم يعطي رسالات، يعطي اشارات للمسؤولين بان الفريق بامكانه يكون افضل لو يعني الشروط ديال الممارسه انه الراتب الشهري المنح تكون في يعني الوقت ديالها، فالفريق بامكانه انه يعطي افضل. لان بكل صراحه رساله غير مشفره من لاعبي فريق اتحاد طنجه كيرميو بالكره الى المسؤولين على انهم عندهم امكانيات كبيره وكبيره جدا. اللاعب المغربي يتوفر على امكانيات كبيره بكل صراحه، خصو في المقابل انه يكون يضمن المستقبل ديالو، توفر ليه الشروط، لان كنشوفوا فريق اتحاد طنجه اليوم كيلعب في ملعب اللي ساعد لاعبين اللي كيمتازوا بتقنيات عاليه. هناك الشيء الجميل فريق اتحاد طنجه اليوم هو ان هناك تغيير في ايقاع المباراه، لان كيلعبوا في الخط الدفاع بايقاع وسط الميدان ايقاع، لكن في ال 30 متر الاخيره يعني كيرفعوا الايقاع بشكل جميل وجميل، اربك مع لاعبي فريق اتلتيكو مدريد اللي كيبقاو لاعبين محترفين. اكيد يعني يمكن تحدثوا على بعض اللاعبين اللي تالقوا في فريق اتحاد طنجه، يعني اللاعب لا الشهبي لا بلطام لا اللاعب يعني سمير صرصار، هذو لاعبين اللي اكملوا، ولكن هذو لاعبين يمكن اللي مريحين على الاقل الدفاع ديال فريق اتحاد طنجه، لانه يمكن الخطوره كنا كننتظروا الخطوره تكون افضل من اتلتيكو مدريد. وما ننساوش حتى الحارس العبادي قيم بمباراة جميلة، كذلك عمق دفاع فريق اتحاد طنجة قيم بشكل جيد بمباراة كبيرة، لأنه ما كيلعبش كرات طويلة، كيلعب الكرات قصيرة وفي رجل اللاعبين كيعطي الكرات لكل من أحمد صلاح ورضوان فوقي وعادل رابط في ظروف حسنة. لذلك فهذا الثلاثي وسط الميدان اللي كيتلقى كرات هو كذلك كيوزعها في ظروف حسنه لكل من شنقيطي، ولان اللاعبين كيلعبوا على الاطراف بشكل جميل، ومن ثم صرصار كينطلق في ظهر المدافعين اللي تقريبا 10 او 15 دقيقه الاولى مثاليه لاتحاد طنجه. واعتقد ان فريق اتحاد طنجه اليوم كيقدم مباراه جميله وجميله جدا. افضل المباريات كل سنه اعتقد لو كنت كيلعب هذا الموسم ممكن كيلعب في القسم الاول اكيد يعني